احنا المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات انتهينا بحاجه مهمه جدا، ايه؟ السيرفر، او بمعنى اصح الجي اس دي عباره عن سيرفر، صح ولا لا؟ كلام جميل. ومن هذا المنطلق هبتدي اتعامل معاها على انها ايه؟ سيرفر، يعني الكونتكست والكونفيج اظروفهم. هل اقدر اتعامل معاهم؟ طبعا انا عامل الفيديو ده عشان الموضوع ده، ماشي كده؟ كلام جميل. طبعا انا مش جاي اشرح يعني ايه كونفيج ويعني ايه كونتكست، صح ولا لا؟ كلام جميل. بص كده معايا، لو انتوا فاكرين كان ايه؟ كنا احنا عاملين في الويب اكس ام ال هنا اهو، كنا احنا عاملين كونتكست، كونتكست بارامتر اسمه ايه؟ التليفون، صح ولا لا؟ لو انا معايا صفحه جي اس بي اهي، جي اس بي يبقى الكونتكست هو عباره عن اوبجكت الكونتينر بيعمله اول ما ايه؟ اول ما يقوم بيبقى مشترك ما بين الويب كومبوننت، ما بين السيرفر والايه؟ والجي اس بي. هقول له مثلا هسمي الصفحه دي تيست، كونتكست اند كونفيج، واقول له فينش. ماشي يا شباب؟ لو انا عايز التليفون اقول له ايه؟ عادي جدا. اقول له هنا مثلا بي، وهنا سلاش بي، وهنا اقول له ويلكم، لا اقول له مثلا تليفون از. تجيبه ازاي؟ ها حد فاكر؟ شوف بقول له ايه؟ طبعا المفروض جافا، اقول له ايه؟ ها سكريبتلت، واقول له جيت سيرفرت، نعمل بس كده الاول ونحفظ، واقول له هنا ايه بقى؟ جيت سيرفرت ها كونتكست اهو، عادي صح ولا لا؟ دوت جيت انيشاليزيشن بارامتر اهو، اسمه ايه؟ اسمه تليفون اهو، واحطه في بارامتر، وبعد كده اعمل في الاكسبريشن الايه؟ البارامتر. طب وليه؟ طب ما انا انزل بقى على هوك كده اهو، احط انا البارامتر، احط الاكسبريشن على طول اهو، بيساوي ايه بقى؟ خد الكلام ده على طول ده كده اهو، بس بلاش وجع قلب ده. وصلت الفكره؟ حلو، يعني عادي. عادي مفيش مشكله، ماشي كده. طيب في حته بقى زياده، ايه يعني؟ هي زي السيرفر ده، ولكن في حته ايه زياده؟ ايه الزياده بقى؟ اللي فيه امبليسيت اوبجكت. اكتب بقى معايا الامبليسيت ايه اوبجكت. يعني ايه امبليسيت اوبجكت؟ اوبجكت موجوده جاهزه في الجي اس بي، اتكلمت عنه في اخر الفيديو اللي فات. زي مين؟ الاوت، واستخدمناه المره اللي فاتت. زي الريكوست، واستخدمناه المره اللي فاتت. زي الريسبونس، واستخدمناه المره اللي فاتت. زي مين؟ زي الوقت اهو. دلوقتي حاجه بقول عليها ايه بقى؟ ابلكيشن. عندنا اوبجكت اسمه ابلكيشن موجود جاهز اهو. خد بالك ايه؟ نوهت عنه المره اللي فاتت. ابلكيشن بس كده، ابلكيشن لو انت عايز تجيبه اهو. بص ابلكيشن، كليك هنا شايف موجود جاهز اهو. ابلكيشن دوت اهو جيت انيشاليزيشن ايه برامج، مش اي مشكله اهو، صح كده اهو. يبقى الكونتكست موجود في الجي اس بي باوبجكت اسمه ايه؟ ابلكيشن. بدل ما اقول له جيت سيرفر الكونتكست وجع القلب ده، لا خلاص ابلكيشن على طول. وصل؟ طيب هو انا ممكن اخلي للجي اس بي كونفيج خاص بيها؟ ازاي؟ اهي لو انت فاكر معايا كنت بروح لمين؟ لمين؟ ها؟ للويب اس ام ال، اروح على السيرفلتس. ايه السيرفلتس اللي في المشروع؟ اهي هتقول لي الجي اس بي ما هياش ايه؟ سيرفلت، صح؟ هقول له اتعامل معاها على انها سيرفلت. سيرفلت اليمنت اسمه ايه؟ تعال نسميه بنفس الاسم، تست كونت
and pull. طيب السلم الكلاس لا لا ما هيش كلاس امال جي اس دي اهي 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 شادي اهي. طيب واليو ار ال باترن بتاعها طبعا طبعا بنفس مين؟ وصلت الفكره؟ كلام جميل اقول له اوكي كده خلاص حتى ده تستاهل ليها ايه؟ ليها الناشوناليزيشن هنا برامج اقول له ايه؟ سميها مثلا ايه؟ سميه مثلا نيم والفاليو ايه ده؟ شفت عملتها ازاي؟ وصلت الفكره؟ بقول له اوكي كده بقى لها الناشوناليزيشن برامج بس كده خالص اهي شايف؟ عندي اليو ار ال باترن اهي الصح. طيب لو رحت عليه سيمبل الثانيه تلاقي برضه اليو ار ال باترن بتاعها بس خد بالك بقى داخل دي ما هياش صح. وصل؟ طيب وبعدين ناقص لك بس ان انت ايه بتاكد هل الكلام بتاع ايه؟ يبقى لو انت عايز تحط لها الفيشواليزيشن بارامتر هتعمل كده. وصل؟ اهو قوم رايح فيزيتور بيج اهي التست اهي هتلاقي برضه في اوبجكت المفروض بقى اقول له ايه بقى؟ جيت سيرفلت كونفج دوت جيت ايه ها؟ ايلت ايه؟ بارامتر اسمه نيم نفس الكلام طب وليه؟ طب انا احطه على طول بقى جوه ايه؟ اكسبريشن صح؟ لا في مفاجاه بقى ايه برضه فلست بحاجه الى ذلك جبت عندك ايه؟ اوبجكت جاهز اسمه ايه؟ كونفج اهو حط بس سيميكولون اهو اهو اسمه كونفج اهو كنترول مسافه اهو دوت جاهز اهو ده مين؟ ده كونفج على طول بقى بدل ما جه السيرفر ايه؟ كونفج اهو خده هو كمان حطه فين في اكسبريشن ولا حاجه اهو كنترول اكس كل الكلام ده ملوش لازمه او حوله خليه ايه؟ خليه اكسبريشن امبليسيت اوبشن اهو كم واحد لحد دلوقتي؟ الاول والريكوست والريسبونس والابلكيشن والايه؟ والكونف المره الجايه هناخد السيشن وصلت الفكره؟ نعمل ران نعمل ران هتلاقي الامور ماشيه زي الفل مش مشكله اهي ادي التليفون وادي الايه؟ كونتكست ادي الكونتكست وادي التليفون وصلت الفكره؟ تمام جدا ده بالنسبه للجزء بتاع ايه؟ كيفيه التعامل مع الكونتكست والكونفج فين؟ في الجي اس بي بس خد بالك بس ان الكونفج انت لازم تروح تحطها فين؟ في الويب دوت اكس ام ال بالطريقه اللي احنا ايه؟ عملناها ماشي كده؟ تمام